أهلا بميس أورانج. يا أهلا بزورو. شو يا زورو يا تبع المتر؟ وصلت لك آخر الأخبار إنه بشار باقي وما رح يطير؟ واو، أبي أحلامكن. لا مزبوطة الخبرية وحياتك. أنت من وين جايبة هالمعلومات يا ميس أورانج؟ من جنرالكن العظيم؟ لا، من حكيمكن العظيم. الحكيم؟ ليش الحكيم قال إنه بشار باقي؟ إيه ليه ما سمعتوا؟ لا، أي متى قال هالشي؟ يي ولو كل العالم سمعوه بالمقابلة مع وليد عبود. يا كذابة يا ميس أورانج، لك أنا سمعت المقابلة هو ما قال هيك، قال إنه بشار رح يطير. إيه مزبوط. إيه وكيف بتقولي إنه باقي؟ ما هو كل شي بيقوله الحكيم بيصير عكسه. يا لطيف، شو مسمي؟